حقيبة مجهولة الهوية وسط الشارع تثير استنفارا أمنيا كبيرا بالدار البيضاء. عرف شارع الجيش الملكي وبالضبط من القرب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ظهر اليوم الأربعاء نوعا من الارتباك والهلع بسبب العثور على حقيبة مشبوهة. حسب مصادر محلية فإن مواطنين قاموا بإبلاغ المصالح الأمنية بوجود حقيبة مشبوهة. هذه الحقيبة من الحجم الكبير بالشارع العام، ليتم فتح تحقيق عاجل في الموضوع مريدة حضور عناصر الأمن والشرطة التقنية والعلمية وفرقة مكافحة الإرهاب إلى عين المكان من أجل التحقق من الحقيبة المجهولة. حسب المعطيات الأولية تبين أن الحقيبة فارغة ويبدو أن شخصا نسيها بالشارع العام.